الزواج تعتريه الأحكام الشرعية كلها 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 حتى المحرم. عجيب. يعني الزواج ممكن يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون محرما وممكن يكون مباحا. ليش نفصل؟ طبعا هذا تجده في كل المدونات الفقهية الكبيرة وخاصة ابن عابدين. لكن كيف يكون محرما؟ هل بدنا اياه مثلا؟ وكيف يكون واجبا؟ هذا اهم شيء. حين الزواج يكون محرما في حق شخص لا يملك البائع ولا يملك القدرة البدنية على تأدية حقوق الزوجة. يعني شخص ميت، مش نستخدم ألفاظ ثانية، شخص من ناحية بدنية ميت ملوش أرب في النساء غير أولي الإربة من الرجال. هذا تعبير قرآني صحيح. الله قال غير أولي الإربة، ملوش إربة، يعني تغيب عنه المرأة سنة سنتين خمسة عشرة هو سعيد مبسوط، ما عندوش، خلاص الله هيك. في ناس هيك، هذا مش عيب ومش هجنة ومش يعني أمر الله، متعرفش ليش أمر الله. زي ما خلق الذكر والأنثى خلق هذا الرجل قوة شبه معدومة، ما عندوش، خلاص مرتاح، ما المشكلة؟ يعني في عندك جماعة من كبار شيوخ الإسلام عاشوا عزابا، أنا متأكد هؤلاء الشيوخ اللي هم أفهم وأفقه منا بالله وبدينه وبرسوله لو كان عنده القدرة البدنية والإلحاح البدني لتزوج، ما بيعرض نفسه للفتنة. كيف هو شيخ الإسلام، شيخ الأمة ما شاء الله، وعاش ومات عزبا، هو سعيد بعزوبته، ما فيش إلحاح الشهوة عنده بالمرة، تحكم فيها تماما ومفرغ نفسه للعلم والعبادة، هنيئا له هنيئا له. موجود عشرات العلماء. لكن انتبه، هذا لو أجا تحت تأثير المجتمع وضغط المجتمع ونظرات الناس ولك لا بدي اتزوج، بلاش يفكروني ايش عنين، يفكروني ضعيف، يفكروني مش طبيعي، لا بدي اتزوج، حرام عليك، ظلمت بنت الناس، ظلمت بنت الناس، اخذت بنت عمرها 20 25 سنه، هذه تريد بعلا، تلاعبها ويلاعبه، كما قال النبي في حديث جابر، اخذتها ورميتها، يا بنت الناس ما تكسفيني، ما تفضحيني، وبعدين متى هتشق عليك؟ شهر شهرين سنة سنتين ثلاث، وبعدين تعرضها للفتن. واضح؟ انتبه، زي ما انت حين تكون رجلا عندك هذا الإلحاح البدني لك حق شرعي عليها وتأثم أشد الإثم، بل ورد في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تلعنها إذا طلبها زوجها إلى الفراش وتأبت عليه من غير عذر شرعي. واضح؟ كذلك أنا بقول بصراحة في المقابل نفس الشيء، المرأة عندها حق في زوجها، ولا مش صحيح؟ صح، الحاح الشهوة عند المرأة علميا حتى أقل، بس موجود موجود. بتعرف قصة عمر مع ابنته لما قال لها ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت له 4 أشهر تصبر المرأة. الرجل 4 أسابيع مخه بطير، الرجل عادي خلاص شعري بولع، لكن المرأة أبرد، معروف علميا سبحان الله بتصبر. قالت له 4 أشهر بعدين بصير صعب المسألة، فمنع أن يجمر الجند إن عضله في قوات الحدود بسموه كذا أكثر من 4 أشهر. شو فاهم نوع من التشريع هذا؟ برضو شرع له حكم هيك، رجل ذكي. على كل حال، لكن أنت بتكون منحتها حقها وعرضتها للفتن. لذلك وجد من الصالحين، هذول مش فقهاء عادين، كانوا صالحين من أولياء الله، من يجعل في دعائه اللهم قوي، يعني أعطيني قوة بدنية لأحصن زوجي وأهلي. فاهم؟ هو بقول لك أنا في نفسي في الداخل بصراحة عندي شغل في العبادة، العبادة ماخذ علي كل عقلي، تلاقي نفسه ما عندوش هالميل هذا، بس بخاف أن يحرم أن يحرم أهله ويأثم بتعريضها للفتنة. فكان يقول يا ربي أعطيني منة، أعطيني قوة بدنية، أنتوا فاهمين المقصود، لكي أحصن أهلي. فاهم واعي؟ فإذا ما عندوش هذه القوة ما يتعرضش لفتنة بنت الناس، بصير حرام عليه أن يتزوج. واضح؟ مثل هذا المعنى.